رح نروح لفقرتنا القانونية. رح نروح لفقرتنا القانونية واللي هي كتير مهمة وخصوصا بجميع المجتمعات، وين ما رحنا في عنف وين ما رحنا في سيدات أو صبايا بيتعرضوا لعنف إن كان لفظي أو جسدي أو حتى معنوي. رح نتعرف اليوم على أشكال العنف وأيضا وضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد لمناهضة المرأة لمناهضة العنف ضد المرأة، واللي هالشيء أكيد ما زال جرح كتير من السيدات عم تعاني منه، وأكيد خلف الأبواب المغلقة وبصمت وتحت عناوين كتيرة انه لا تخربي بيتك او هدون ولادك، والمهم الاولاد يضلوا عايشين بسلام، ولكن المرأة هي اخر شيء ممكن انه نفكر فيه، شو هي عم تشعر، شو هي عم تتعرض، على شو هي ساكتة ولشو عم تتعرض. للأسف تعددت الاسباب والاعذار، ولكن انا واحد اليوم يا سلمى. أكيد عفاف، مثل ما قلتي ببداية حديثك، نحن هلأ عم عيش 16 يوم اللي هو عالمياً بيتم الحديث فيه عن مناهضة العنف ضد المرأة. هذا العنف الموجود بكل دول العالم، مو بس بدولنا العربية، ولكن بدولنا العربية جزء كبير من السيدات بيخافوا انه هن ياخذوا حقهم، بيخافوا يقولوا انه هن عم يتعرضوا لاي نوع من انواع العنف، سواء الجسدي او اللفظي او حتى اللي بيرتبط بالعائله وبالمكان المتواجدين فيه. قانونيا اليوم رح نتعرف عن قوانيننا داخل سوريا، ما هي القوانين الموجوده لحمايه المراه، وكيف ممكن طبعا نتمنى انه يكون في تطوير لبعض هاي القوانين، ونشهد قريبا صدور طبعا قانون العنف. رح نتعرف اكثر عن هاي المواضيع مع ضيفتنا الاستاذه المحاميه ايباء جندي، وهي دكتوره في مجال القانون. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذه. يعني اليوم موضوع شائع جدا، ويمكن جميع السيدات وعدد هائل السيدات عم يتعرضوا للعنف. خلينا اليوم نتعرف على أشكال العنف حسب ما ورد بالقانون وبالتشريعات، وخلينا نعرف الرادع القانوني لهذا العنف. اختلف اليوم لهي الحالة ولا كل حالة في إلى رادع شكل؟ بداية قبل ما نحكي عن أشكال العنف بدنا نعرف العنف ضد المرأة. عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه أي فعل عنيف ضد المرأة يولد من خلاله إحداث ألم جسدي أو نفسي أو أي معاناة لدى المرأة. ومن خلال هذا التعريف رح يتبين إنه أشكال العنف ضد المرأة أهم شكل له هو العنف الجسدي. العنف الجسدي المتمثل بالضرب أو الإيذاء أو الحرق أو ممكن تشويه أعضاء الجسم، وأحيانا يوصل للأسف يعني عنف يكون كتير قاتل. مبرح قاتل، أو ممكن يسبب بتر أحد أعضاء الجسم. طبعا يعني المشاهدين ممكن يستغربوا أنه ممكن يعني توصل حالات العنف لهيك، ممكن توصل لأكثر من هيك. عندنا النوع الثاني من العنف اللي هو يعني كتير منتشر للأسف كمان، هو العنف اللفظي اللي يكون بالكلام عن طريق الإهانة، الشتم، الذم بشكل يومي ومتواصل. وإحنا وقت نقول العنف ضد المرأة المقصود فيه ليس فقط زوج وزوجة، أكيد مش هيك، يعني ممكن أب يعنف بنته، أخ يعنف أخته، وإلى ما شابه ذلك. ممكن المجتمع كله طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك، احيانا نفس الشيء المراه ممكن تتعنف من قبل رب العمل اذا كانت هي مثلا عامله. وهي اسباب العنف يعني للاسف كثير 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 كبيره. يعني ممكن احنا نحكي عنها بشكل جدا مختصر، انه يكون اسباب العنف ضد المراه شو السبب لحتى المراه هي مثلا بتتعنف، رغم انه المراه حدا كثير حنونه، حدا يعني شخصيه عاطفيه، وربنا سبحانه وتعالى يعني أوصى بالنساء خيرا. السبب الرئيسي لتعنيف المرأة هو ممكن يكون سبب اجتماعي،
انه الرجل انه له السلطه، له السياده على الزوجه، او مثلا الاخ له السلطه على اخته، انه خلص انت امراه وانا رجل. للاسف هذا هو المنظور اللي متداول في المجتمع. ممكن يكون سبب ثاني هو نفسي، هذا السبب النفسي كثير مهم، انه يكون هو الشخص اللي عم يعنف هو مريض نفسيا، مريض نفسيا يعاني من مشاكل نفسيه مسبقه. ممكن يكون هو متربي ببيئه والده عم يعنف والدته، بيجي هو يعني باللا شعور يصير عنده رده فعل انه هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء متعارف عليه، انه خلص انا لازم اعنف. السبب الاخير هو سبب اقتصادي، انه الزوج يعني بيشتغل برا البيت، بيتعرض لضغوطات اقتصاديه، انه مثلا تامين متطلبات المعيشه، بيجي على البيت انه نفسيته كثير تعبانه، بيجي فيش خلقه بمرته ببنته، رغم هذا الشيء جدا خطا. المراه بالمقابل هي كمان امراه عامله، عم تطلع برا بيتها بتشتغل، وجوا بيتها كمان بتشتغل، ومع هيك بتلاقيها يعني هي جدا حدا يعني ريلاكس، وما يعني ما تضطر تطلع الضغوطات اللي تعرضت لها برا داخل بيتها. ننتقل هلأ لأنه شو هي أشكال العنف، وشو هو اللي الرادع القانوني اللي حكى عنه القانون السوري. رح ناخد فرضية صغيرة، أنه مثلا زوج على سبيل المثال ضرب زوجته، هذا الضرب بالنسبة للقانون السوري فرق بين حالات، بالنسبة بالمواد 540 حتى المادة 543 من قانون العقوبات السوري. رح ننظر بهاي الفرضية، إذا كان هذا الضرب اللي قام فيه الزوج لزوجته، إذا كان مدة التعطيل عن العمل لمدة لا تزيد عن 10 أيام، هنا الزوج يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر. أما إذا كان التعطيل عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، هنا الزوج يعاقب بالحبس لمدة سنة. إذا كانت مدة التعطيل عن العمل بسبب هذا الفعل مدة تزيد عن 20 يوما، هنا يعاقب الزوج بالحبس من مدة 3 أشهر حتى 3 سنوات على الأكثر. وربما هذا الفعل يؤدي إلى بتر أحد أعضاء الزوجة، أو ممكن تعطيل الحواس، تعطلت لديها حاسة مثلا الشم، أو ممكن يعني أو جائز كل شيء، أو تشوهات في الجسم. هنا تنقلب هذه العقوبة إلى جنائية الوصف، حيث يعاقب هنا الزوج بالأشغال الشاقة حتى مدة 10 سنوات على الأكثر. فهي هي يعني الضرب المفضي إلى الموت. الضرب المفضي إلى الموت كمان يعني نفس الشيء، عاقب عليه 7 سنين. وممكن كمان إحنا بهذا المجال إحنا عم نحكي عن قانون العقوبات، إنه كمان هلأ هون إحنا عم نحكي عن عنف جسدي، في إحنا عنا كمان عنف مثل نسميه لفظي. ممكن امرأة تتعرض لتحرش لفظي، تحرش لفظي ممكن في الشارع، ليس بالضرورة أنه يكون في صلة قرابة. هون كمان القانون العقوبات السوري حمل المرأة بهذا الموضوع، حيث أنه عاقب المتحرش بالحبس من يوم حتى 3 أيام، أو بالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بس المشكلة اللي عم تصير إنه هي المرأة بحد ذاتها ما عم تروح تشتكي. طيب خليني بس وضح شغلة للمشاهدين. اليوم إحنا عم نقول إنه شهر، شهرين، 3، 6، الضرب المفضي إلى الموت 7 سنوات. طيب هل معقول إنه يعني تعتبر هي جريمة قتل بالنهاية؟ طبعاً. سواء كان ضرب أو أداة حادة أو ما إلى ذلك، هو بالنهاية النتيجة هي موت. ما بيصير يكون في تجديد أكثر؟ ولا هيك نحن فينا نقول إنه القانون عم يحميه بما أنه هو زوجها، فأنه اتخانقوا من غير قصده ماتت. ما هي هون المشكلة، وقت بتحكي عن هاي النقطة، فينا إحنا مثلا نشوف الدوافع اللي سببت هذا الفعل. ممكن هو يكون عنده قصد
عنده قصد مسبق، فهون احنا ممكن نخلي هاي الفعل قتل قصدا فيعاقب، فيعاقب من 15 سنه حتى 20 سنه. فممكن يعني الغالب عقوبه القتل القصد من 15 عام لحتى 20 عام. بس مثل ما تفضلتي حضرتك انه ممكن يعني الزوج انه يعني هو مسمح له انه مثلا بيضرب زوجته، مسمح له بيعمل كل شيء، بس بالمقابل في نصوص قانونيه رادعه. وفي القانون اللي سامح له الاعراف والتقاليد والعادات طبعاً الاجتماعيه طبعاً طبعاً قانونيا ما في شيء اسمه مسموح يعني. طبعا بالقانون في شيء رادع، بالقانون في شيء رادع لإله انه ما بيصير هو بيعمل هيك. دائما اي تعديل عم يصير بالقوانين السوريه عم يجي لصالح المراه. بتعديل احنا بالنسبه لنا بمجال القانون نعتبره كثير مهم، اللي هو اللي الغاء الماده 548 من قانون العقوبات السوري. هي الماده كانت المتعلقة بجرائم الشرف. حتى عام 2009 كان الرجل أو الأخ أو أي حدا بيقتل بدافع الشرف، وأحيانا ممكن عدلت هلأ صار في تعديل، التغت فينا نقول، لأن قبل كان يعمل الفاعل جرمه بحجة جريمة شرف. هو ممكن يكون صحيح. أسباب تانية ممكن يكون خلافات عائلية إرث. لحد صدر المرسوم رقم 2 لعام 2020 لغى هي المادة، وأصبح سواء أنا كان زوج أو ابن أو أخ يقدم على هي الجريمة يعاقب عقوبة جريمة القتل القصد، كأنه يعني كأنه مثل إنسان عادي. فهي في يعني في تعديل للمواد عم تجي لصالح المرأة. وكمان إحنا فينا نقول مثلا العنف ضد المرأة ليس فقط لفظي أو جسدي، ممكن أحيانا وبتصير، وخاصة هلأ إحنا بهاي الفترة اللي إحنا اللي عم يعني نشهدها، ممكن يعني أي بنت بتتعرض لابتزاز، ابتزاز مادي هذا عنف كمان إحنا فينا نسميه. إنه مثلا يعني ممكن هي تكون يعني العلاقة جدا مثلاً يعني سليمة، بس في أحد الأسباب ممكن يهددها بصور، ممكن يهددها بنشر مقاطع صوتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. القانون حمى هذا الشيء، حمى المرأة، حماها بموجب قانون الجريمة الإلكترونية بالمادة 26. ونقطة كثير مهمة بهي المادة إنه المشرع السوري ساوى بين فعل التهديد وبين ارتكاب الفعل ذاته. يعني هذا الشخص سواء نشر الصور أو عم يهدد بنشر الصور أو نشر المقاطع الصوتية، هو رح يتعاقب بنفس العقوبة اللي هي الحبس من 2 لـ3 سنين وبالغرامة المالية من 3 ملايين لـ4 ملايين. بس المشكلة إحنا الثقافة القانونية بالمجتمع إنه ما عم تخليها تمارس حقها بالإدعاء. فإحنا يعني دائما نشجع، طبعا إحنا ما عم نشجع إنه أي مرأة إنه روحي مثلا اشتكي، إحنا عم نحكي عن عنف، عم نحكي عن عنف مستمر، عم نحكي عن ألم عم يتسبب للمرأة. يعني ممكن انت مثلا اي رجل هلا مثلا عم يشاهدنا، احنا ممكن تكون احنا عم نحكي عنه، ممكن تكون اخته او امه هي عم تتعرض للعنف. يعني المقصود في احنا عم نحمي المرأة بهذا الموضوع، وخاصة يعني المرأة مصان حقها بالدستور. الدستور السوري بالمادة 23 لعام 2012 كفل للمرأة ممارسة حقها على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. فحقوق المرأة مصانة بالدستور. بس مثل ما يعني حكيت قبل شوي، المشكلة بعنا بالثقافة القانونية، إنه المرأة إنه ما بدها تروح تشتكي، إنه أنا ما بدي أخرب بيتي مثل ما تفضلتوا حضرتكم، إنه لا بدك تسكتي، إنه أنا إذا رحت اشتكيت ممكن أنا محيط الحوالي شو بيقولوا عني، هم احنا فينا نسميه إيلام اجتماعي، انه لا انا بتحمل، انا بصبر على الأذى النفسي، بصبر على الابتزاز، بصبر على اي شيء بس في سبيل انا العالم ما بتقول، العالم ما بتحكي انه راحت اشتكت. لا، القانون عطاك الحق، عطاك يعني انه في مادة قانونية انت بتستند عليها، رغم انه
اي امراه تتعرض لموضوع الضرب المحكمه مفتوحه لها، يعني فيها بكل بساطه بكل يعني شفافيه. اي عنف مستمر، احنا عم نحكي عنف مستمر، عنف يعني جدا لا يسكت عنه، يعني انه في ممكن احيانا باي علاقه اسريه ممكن يصير بعض يعني الالفاظ، ممكن يصير بعض المشاكل يعني تعتبر بسيطه، احنا مو اهل هي اللي احنا عم نقصدها، عم نقصد العنف المستمر، العنف الجسيم. فيها اي امراه بتتعرض لهذا الموضوع، اجراءات القانونيه فينا بنقول لهذا الموضوع، فيها تعمل معروض، تقدم معروض للنيابه العامه، توصف العنف اللي هي عم تتعرض له، واذا كان العنف كثير يعني مبرح فيها ترفق تقرير طبي بهذا الموضوع. النيابه العامه بتحيل هذا المعروض لقسم الشرطه المختص، قسم الشرطه المختص بيعمل تحقيقات اوليه بالحادثه، بعد ما تخلص هاي التحقيقات الاوليه بيحيل الموضوع والضبط للقضاء المختص لاستكمال اجراءات باقي التحقيقات. كمان اليوم رح نحكي عن شيء كتير مهم، ويمكن أغلب الصبايا ولحد هذا الوقت يعني رغم التطور والتقدم بالمجتمعات وين ما كنا، إسا ما يعني إسا ظل بعض الأعراف والتقاليد ببعض المجتمعات إنه عم يمارسوا الزواج الإجباري على بناتهم أو الزواج المبكر كمان بالإجباري. اليوم هاي الحالات يلي كتير لازم وكتير ضروري إنه نتعامل معها بشكل يعطي نتيجة إنه خلص تنتهي هاي الحالة من الوجود كلها، كيف عم يتعامل مع هاي الحالة اليوم القانون السوري؟ بالنسبة للقانون السوري حتى هاي الحالة طرأ تعديلات جديدة عليها اللي هو ما يخص الزواج المبكر. بقانون 2019 قانون الأحوال الشخصية حدد أهلية الزواج سواء للزوج أو الزوجة بسن 18 من العمر، إنه يكونوا مطبقين 18 سنة. وبنفس الوقت بنفس القانون حط حالات استثنائية، ممكن الشخص يلي القاصر فينا احنا نقول عنه اللي طبق ال 15 ودخل بسن ال 16 في يعمل عقد زواج، لكن هذا الموضوع يعود تقديره للقاضي الشرعي. القاضي الشرعي بيطلع على هيك حالات، هو زواج القاصرين الزواج المبكر بيطلع على عدة عوامل، أهم عامل هو العقل. العقل، هل هؤلاء الشخصين المتزوجين هم يصلحون للزواج والبلوغ، وحتى يعني الموضوع الجسدي للامرأة وللزوج بياخذوا فيه دور. إذا ارتأى القاضي الشرعي بأنه هدول الزوجين يصلحوا للزواج أعطاهم الإذن بالزواج. يعني القانون السوري رفض الزواج المبكر وحدد سن قانوني، بس للأسف يعني نفس موضوع العنف، هون في ثقافة مجتمعية إنه في زواج مبكر. اللي عم يعمل الزواج المبكر مثلا كأهل هن عم يزوجوا بنتهم، أو في الغالب عم يكون في إجبار، في إجبار على الزواج. البنت غالبا رح تخاف ورح تقول إنه هدول أهلي وهنون أدرب مصلحتي، أو ممكن تخاف ما تعرف شو بدها تساوي. كيف ممكن تتشجع هاي البنت لحتى معقول انه تشتكي على اهلها او ضد اهلها انه بدهم يزوجوها بالاجباري؟ فيها هلا هي وقت يروح يثبتوا مثلا زواجها بالمحكمه، القاضي الشرعي عم ياخذ موافقتها، فيها بتقول لا، فيها بتقول لا، بس المشكله انه ما حدا عم يقول لا، كله عم يقول ايه، كله عم يقول موافق. رغم الاهل للاسف الشديد هن عم ينظروا مثلا انه للبنت، طبعا مو الكل، احنا عم نحكي عن نسبه معينه، انه انا هي كبنت عبء صارت على الاسره، صار يعني الوضع اللي احنا المعيشه اللي فيه نحاول انه نزوجها، لانه خلص انه انا برتاح من فرد من افراد الاسره. مع انه نحن عم نشوف العكس حاليا، يعني هلا المراه وخصوصا بعد الحرب وكثير من العائلات فقدت المعيل لها، ان كان الاب او الاخ او الابن، كانت المراه هي اللي عم تعيل الاسره، هي اللي عم تربي، هي اللي عم تشتغل. فقصه انه هي ضلع قاصر او هي عبء، هي صارت بتوقع صارت مفهوم خاطئ لازم يغيروها طبعا. وهلا لازم يخافوا بقى الرجال هلا من العنف القادم من المراه طبعا اذا حاولت تاخذ حقها شو ممكن يصير طبعا. بالختام نتشكرك لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، الله يخليك.